الإشاعة الثالثة إشاعة تجسيدك لشخصية إخوانية شهيرة، لكن إحنا ما شفناش حاجة زي كده. هي بصي، هي مش إشاعة، هم كانوا عايزين يعملوا عمل فني سينمائي بيتكلم عن الحقبة اللي هي حكموا فيها الإخوان مصر، السنة دي السنة ديت، فكانوا مرشحيني في أحد الشخصيات. أنا والله لا قريت ولا أعرف أي حاجة ولا أي شيء. أنا أصلا ما كنتش حابب إن احنا نقرخ الفترة ديت، فأنا قلت لهم أنا مش يعني مش حابب العمل. يعني هددوك بالقتل لما كنت بتعمل الليلة مع هاني؟ لا، هو يعني حصل تجاوزات كتيرة جدا جدا. حد طلع هددك بالقتل؟ لا، على القنوات بتاعتهم هددوك بالقتل؟ مش علنا كده، بس يعني يعني حرضوا عليك. بالظبط. فكان كانت عليا ضغوط جامدة جدا ساعتها، وكانت فترة صعبة بجد. وابتديت افكر بقى، هو ايه اللي احنا فيه ده؟ وهل هنفضل كده؟ هنفضل كده؟ وهل ممكن نستمر في البلد بالطريقة ديت ولا اي حاجة خالص؟ بس انا يعني بصراحة كنت يعني كان قلبي فكرت تهاجر؟ ايوه طبعا طبعا، وفعلا خدت إقامة بره. فين؟ في أمريكا. بس جالنا طوق النجاة والحمد لله، بلدنا رجعت لنا تاني وإحنا قاعدين في بلدنا. أنا قلت آخر حلقة في حاجة اسمها 30/6، لو مش هتنزل في 30/6 ما تسألش بلدنا رايحة فين. صح، أنت بإيدك توديها فين. عاجبك الوضع ده خلاص استحمل بقى، مش عاجبك الوضع ده عندك 30/6 ومصر ترجع لأهلها. ده كان رأيي، وده كان آخر حلقة عندي. ورجعت وكانت ملحمة تاريخية الحمد لله فعلا، الحمد الشعب لله كله كان الحمد لله، ربنا يكملها بقى على خير. اللهم آمين يا رب. أنا